كان حق المترو الصراحة زينة. نحن نعاني من كهرباء ونعاني من مي ونعاني من المعيشة الصعبة دي المواطن يعيشها. أي مكون أو تنظيم سياسي يعني كان أو قبلي أو اجتماعي نحن معه في يعني حصول على حقوق حضرموت. هو واجب عليهم أن الناس تعيش في أزمات بكل حاجة. واجب أنهم ينظرون للشعب وينظرون للمنطقة بشكل عام. وإن شاء الله نعاني أتمنى لهم التوفيق يعني بكل عام. نحن أول مرة منقول هذا تصعيد. هذا حقوق الحضرموت وهي مستحقات يجب أن نطالب بها. مش إلا نحن كل الأحزاب. وللأسف أن بعض الأحزاب جلست متفرجة لحقوق حضرموت. أنا ندري من الصح ومن الغلط. كل واحد راح يتهمه في الثاني. المات بقى حضرموت نحن شيوعه. وشيوع وقفته الزانة دي. وإن شاء الله عمر كل محافظة. إن شاء الله مني في الأيام الجاية إن شاء الله من زين. نحن الآن نطالب من حضرموت مش نطالب ككيان سياسي أو حزبي أو شيء. هذا نطالب المرة ككيان عام لأبناء حضرموت تحت مسمى أبناء حضرموت. يجب إنشاء عشان تتحقق هذا المطالب يجب إنشاء مجلس بلدي للمحافظة. هو يدير الأمور سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وعبرها تتحقق هذا المطالب او حسب ما تقولون التصعيد. والصراحه انا على المره الاوليه حسب ما تعرفون الظروف تعرفون البقعه ان شاء الله ربنا يغفر لها ونحن معاهم لايدهم. المفروض هذا التصعيد من قبل لكن اللي حصل التصعيد الاول خذلوا الناس فيه. كل من طلع تبنى قضيه خذل ابناء حضرموت ونحن عبر هذا التصعيد نقول تكون اللي تقسم ظهر البعير. هذا آخر مرة يعني بنشوف كيف مدى مصداقية هذا الموقف من القبائل وأبناء حضرموت يكونون يد واحدة وتحقق المطالب. الشعب تعبان يعني من هذا الأوضاع الحاصلة في الوضع الحالي هذا. وهذا تصعيد لقوه الشيخ عمرو اللقاب الحبريش وكيل محافظة حضرموت يعني بصالح الشعب لقاه. أما الشعب تعب يا أخي من غلاء البترول ومن غلاء المعيشة اللي نحن عايشين فيها الآن هذه. يعني دبة بترول 31,000 كنا هنا قبل القاعدة نشتريها ب 3,000 ريال يمني. اليوم الشعب ما قدر يشتغل من معه موتر ما قدر يحرك حتى مكانه بسبب الغلاء هذا. كل ما يعني عزب طب وراح. هنا السؤال المواطنين فهاوي الشعب فهاوي من من قدر بترول سيام من قدر يروح بحر عبارة في المشروع ما راحت تشتغل ناس بيت مدوخة اللي يتفقون يونا غاي زين سليم سام الناس تحبهم وتكون بلاد حقنا حلوة عند العالم كله. مجلس الانتقالي إلى جانب حقوق حضرموت ولن يعني يتنازل عنها. والله موقف وطيق من ناحيتنا عن نفسنا نحن نبغانا يتمنى له بالنجاح إن شاء الله الموقف الانتقالي. والله شوف موقف الانتقالي موقف طيب يعني واقف مع أصحاب الهضبة. أنا عارف إنهم على صح. الانتقالي هذا نحن على تفاقمه شيء كبير. أدى حياته وجهده بجد يجيب دولتنا. وإن شاء الله مع الوقت إن شاء الله بيحقق ربه إن شاء الله. ويخلي البلاد إن شاء الله أفضل من أول وأفضل البلاد بالعالم. الآن السلطة متفرجة لمطالب حضرموت. الشرعية فين الشرعية من المطالب حضرموت؟ لها الآن قريب شهرين ولا شيء. والشرعية متفرجة من المطالب. إيش حققت الشرعية؟ يعني طالب الأخ المحافظ يكون يده إلى يد أبناء أو السلطة المحلية تكون إيدها إلى يد أبناء حضرموت لتحقيق المطالب. نشوف المحافظ هذا غلط فغلط المحافظ. في كل السلطة المحلية كلها مفروض كلها برا من المحافظ إلى المامور. أتعبوا الناس ولا لقوا أي حاجة. يعني على الحكومة تنظر للشعب وتصنع حلول للشعب علشان الناس تعيش. نتمنى من كل المكونات السياسية أن يكون لها موقف إلى جانب هذا الموقف الموجود أمام. وأيضا نتمنى من القائمين على الهبة أن يصعدوا الموضوع أنه حد الآن المواطنين يعني ما لمسوا أي تحسن في الخدمات. يعني الحكومة تنظر للشعب تنظر للمواطنين تنظر لما تعيش هذه البلاد في أزمات في كل حاجة. نتمنى إن شاء الله يفك الأزمات هذه.